نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوثق فيه أهم معالم شارع المختلط. هذا هو مبنى هيئة المساحة المصرية. هذا الروعة، هذه الروعة وهذا الإبداع. وكما ذكرنا، هذه إحدى العقارات التاريخية والتي تشهد على تاريخ المنصورة الممتد، وإن شاء الله في فبراير القادم سيكون قد مر على إنشاء مدينة المنصورة 803 عام. ما زلنا نتحدث، هذا هو شارع المختلط، وهذا أحد العقارات التاريخية، وهو مبنى لهيئة المساحة المصرية. شاهد روعة العمارة أو روعة العمران مع الخضرة مع الأشجار. وهذا هو ديوان عام محافظة الدقهلية. شكرا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.